السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على كلمات لا يجب ان تقال، لا يجب ان تقولها الخطيبه لخطيبها او الزوجه لزوجها. كيف ما كنعرفوا جميع، يعني بعض المرات كتخرج من فمنا شي عبارات لا نعنيها ودون قصد، ولكن عليك انتباه. يعني بعض العبارات يجب عليك ان تتجنبيها ولا يجب ان تقال للزوج. احنا ماشي غير نبين واحد الفكره لبعض الناس، ماشي غير النساء هما الحساسات بزاف. بعض المرات تقولون بعض الكلمات اللي كتكون شويه جارحه للزوج، راه كذلك الرجل راه حتى هو بشر، راه حتى هو تيتاثر كيتجرح الا سمع شي حاجه ماشي تضر في خاطره، يقدر ما يبينش، وان الجرح ديال الرجل تيكون اعمق. علاش؟ حيت ما كيحاول انه ما يبينش، يقدر يتعصب، يقدر هادي. واني مازال ربي عطى النساء واحد القدره ديال الصبر، يعني كيقدروا يصبروا واحد شويه، العكس ديال الراجل، يعني الراجل ما كيصبرش بزاف. انا غنجيب لكم بعض العبارات اللي ما خاصكش تقوليها واللي كتقدر تاثر على العلاقه ديالكم الزوجيه او العلاقه ديالكم المستقبليه. من العبارات كاين: اريد الطلاق. احد اكبر الاخطاء التي قد تقعين بها ان تقولي لزوجك انك تريدين الطلاق. يعني طلاق اخر حاجه تفكري فيها، وخاصه تكون خارج القاموس ديالك، اعتبري خيار غير موجود. ذكر الطلاق سيجرح زوجك وزواجك. تخيلي نفسك مكانه، مثلا هو قال لك انا بغيت نطلق، كي غادي تحسي؟ شوفي داك الاحساس اللي غادي تحسي. يعني انتبهوا يا معشر النساء، انتبهوا لهذه النقطه بشكل كبير. واياك ثم اياك ان تقولي لزوجك طلقني، راح ترى خاص الكلمه اصلا تكون خارجه عن النطاق ديالك. ثاني حاجه، خطيبي السابق كان حشومه. اذا كنتي مخطوبه من قبل، ويعني من الاحسن لا تذكري خطيبك السابق ابدا. لا تخبري زوجك ابدا عن كيفاش كان كيعاملك، واش كان كيعاملك حسن، هل كان يعاملك بشكل افضل، شنو هما الحوايج اللي كيميزوه عليه هو. هاد العبارات يعني كتدمر العلاقه المستقبليه ديالكم او العلاقه ديال الزواج ديالكم، وحيت غتدخلوا في المقارنه. حيت الا انت بديتي كتقارني، هو يولي قارنك مع البنات اللي كان كيعرف وكيفاش كيهضروا وكيفاش. يعني من الاحسن ابتعدوا عن المقارنه. جامي جامي يعني دخلت جامي اوف هربت لي الكلمة بالعربية. المهم، بعدوا من المقارنة. رابع حاجة، ثالث حاجة نسيت، أنت كوالدك تماما، يعني بين قوسين أنت بحال بواك. لا تخبري أبدا زوجك بأنه مثل والدي. يعني غتخليه يدخل في واحد الحالة ديال الإحباط، فقدان الثقة في النفس، وغادي تدخلي في واحد المشاكل ديال العائله، باللي انت ما حاملاش عائلته، كتعايري العائله ديالو. ما تنسايش باللي انت غادي تولي جزء من العائله ديالو. الا كنتي انت كتعايري لي عائلته وكطيحي من قيمتها، يعني غادي تجرحي الزوج ديالك، ويعني غتبقاو ديما في المشاكل. هادي كاين بزاف ديال النساء كيقولوها وكيتحاب راسهم، راه كيضحكوا راه باللي الزوج سوف يتقبلها بشكل عادي، ولكن بالعكس راه كتاثر فيه. انت بحال بواك، انت بحال خوك، ما فيك فايده، ما فيك هادي الكلمات، راه كتجرح. والراجل يقدر ما يبينش ويرد لك بواحد الطريقه خايبه، وانت تضحك راك ما درتي والو، كتقولي انا ما عمري ما درت ليه، وراه كينتقم منك. رابع حاجه، ابتعد من فضلك، بعد مني. اخبار الزوج ان يذهب خلال الشجار سيجعل الامور اكثر سوءا. ملي تكون القضية شاعلة والصداع، إلا قلتي لي بعد مني وعطيني اتساع واخا تكوني معصبة، يعني غادي تخلي يبدا يفكر، يقول انتي ما باغاش تقولي لي فين كاين الخطأ، شنو واقع. الجزء الأساسي يا الإخوان في الزواج هو التواصل، إلا الزوج ديالك أراد الحديث أخبريه ما المشكلة وما يضايقك، وغتحسن الأمور من بعد. بعدهم من الغوات، بعدهم من الصداع، وحاولي ديك الساعه ما تقوليش لي سير بحالك، حيت الا قلتي لي سير بحالك غادي يخرج بحالو للزنقه، غيمشي للقهوه، غيمشي يريح في البيت الاخر، وما يعاودش يهضر معاك، غيخليك حتى تفشي ما يهضرش معاك. وهو غادي يعرف واحد القضيه، نهار غادي يشوفك انت معصبه ولا شي حاجه، غادي يمشي بيت اخر ويخليك. علاش؟ حيت عارفك انت ما كتبغيش تهضري معاه في هاد المواضيع. صافي، يعني انت تفركعي ولا موتي ولا دبري الراس وما غيديهاش فيك.
خامس حاجة كيفاش غادي نقولها؟ لا تبيني أنك غير راضية عن علاقتكما. لا تبيني أنك غير راضية عن علاقتكما علاقتكما أوف هي خرجت الحميمية. المهم رغم أنت بس نفرق ما عمرك ما تبيني باللي الزوجات غيفهموني، فهمتي باللي بما أنت ما عجبكش الحال ولا هادي. أول حاجة غادي يدخل الشك، غادي تنقص ثقة النفس ديالو، غيولي الشك باللي واقيلا كتخونيه. جددي الرومانسية، جددي الرومانسية وأظهري الحب ديالك بس أعطيه واحد شوية ديال الثقة. صارحي يعني ما فيها باس، لا حياء في الدين. راه الزوج ديالك هذاك الحالة ديالك، شنو الأخطاء، شنو خاصو يتقاد، شنو هادي شنو هادي، شنو كتبغي، شنو فهموني بلا ما تبقاو تزيرو معانا شوية. سادس حاجة هربو، تحتاج لأن تفقد الوزن. الإخوان البنات راه إلا بغيتي تصافي تفارق مع البنت قول لها راك غلاضيتي باي باي. راه كذلك الرجل إلا قلتي ليه خاصك تنقص شوية الوزن، لا يجب عليه، لا تخبري بهذا إن لم يكن هنالك دواعي طبية مثلا في السكر ولا القلب ولا هذه. أغلقي فمك بخصوص وزنه، ما الأحسن. قد نحزن إذا أخبرنا أحد أن نحتاج لفقدان الوزن، والمعروف الرجال لا يفكرون في وزنهم مثل النساء، هذه معروفة، ولكن إخباره بذلك مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا له تأثير سلبي على ثقته بنفسه. سابع حاجة، تحتاج لأن تحصل على وظيفة أخرى. هادي إلا قلتيها لراجلك راه بحال اللي شديتيه وشنقتي عليه وديتي عليه باق باق باق، غادي يحس بالمهاجمة ديالك ليه، وباللي داكشي اللي كيدير على ودك راه ما كافيش، وغادي وكتحسي انتي بالنقص. يعني بلا شوفي، إذا كان المشكل أنه بعيد مثلا على الدار كيتعطل، صارحيه بلا مشكل، ماشي تقولي لي قلب على خدمة أخرى، حاول تقربوا الخدمة. ما كانتش الوضعية ديالك وكتسمح حاولي تقولي لي شنو هو المشكل، ماشي تقولي لي بدل الخدمة ديالك. كان المرتب ديالو كان مرتبه لا يغطي فواتير، ما فيها باس، تقدري تخدمي تقدري تعاونيه. الا ما بغاش صارحي كذلك قول ليها شنو شنو، واش ما كتفكرش في وظيفه اخرى وهادي باش نتعاونوا، تنبغيتيني نخدم وهادي وهادي. المهم ونصيحه الاخيره، زوجك هو اخر شخص يمكنك ان تجرحيه. يعني هادي ديروها في بالكم، راه حيت الزوج ديالك راه هو الزمان ديالك، كما تيقولوا المغاربه راه هو زمانك. الا كنت هذاك السيد انت مع الناس كلهم مزيانين، وملي كتوصلي لذاك السيد هو اللي كتبقاي تحشي ليه الهضره وتعطيه الهضره والسم واللكان وهادي، النهار غادي يموت وغادي يخطاك، راه غادي تبقاي غير بوحدك. يعني الخطرة كيتفرقوا، الوالدين لا الله يطولنا في عمرهم، من بعد راه تيبقى غير الزوج ديالك هو اللي تيبقى في جنبك. الا انت واخا تولدي كاع ولادك، ولادك غادي يتزوجوا، كاين اللي غيخدم، كاين اللي غيمشي بعاد، كاين اللي غيتزوج، غيبقى الزوج ديالك. يعني بديتي مع الزوج ديالك غادي تكملي مع الزوج ديالك. يعني احسن حاجه انك تزيدي تقربي الزوج ديالك، راه ماشي غتقولوا للناس مثلا احنا غير مورا الزواج صافي، راه حنا درنا اللي علينا وصلنا وهادي صافي، ما يهمش دابا اللي بغى يوقع وقع صافي دبر راسه. لا بالعكس، انت دخلتي لواحد الامتحان اخر، دخلتي واحد امتحان اخر، انا قلت خاصك تحافظي على البيت الزوجيه ديالك، خاصك السيد اللي معاك خاصك هو اللي تعاونيه، كيما تيقولوا حنا تكالي عليه. المهم كنظن باللي الرساله راه وصلت، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف. ما تنساوش ديروا اشتراك على القناه، ديروا جامع الفيديو، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده ان شاء الله، وباش حتى حنا نكبروا لاشين ديالنا. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.